أعزائي طلبة طلبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم، وإذن الله تعالى حلقة متجدد وحلقات علم النفس وعلم الاجتماع. حلقة اليوم هي بإذن الله استكمالا للحلقات الماضية في علم النفس، لكن موضوعنا النهاردة موضوع من الموضوعات الهامة جدا في علم النفس، ألا هو موضوع الاتجاهات. لكن قبل أبدأ هذه الحلقة أرحب بصديق العزيز أستاذ محمد حماد. أهلا أستاذ محمد. اهلا وسهلا بك يا استاذ ايمن، واهلا بكم اعزائنا الطلاب، ونتمنى ان شاء الله ان انتوا النهارده تحصلوا قدر ممتع ومهم ومفيد من المعلومات عن الاتجاهات والجزء اللي باقي في الشخصيه باذن الله. اعزائنا الطلبه، بنقول دائما علم النفس بيهتم بموضوع اساسي، الا وهو السلوك وكل ما يؤثر على السلوك. من الموضوعات اللي اثرت على السلوك ودرسناها العام الحالي هو الذكاء، وباذن الله برضو درسنا الشخصيه كمؤثر على السلوك. النهاردة موضوعنا هو موضوع الاتجاهات وتأثيرها على أيضا السلوك. ولكن أستاذ محمد، كان في الحلقة الماضية كان بقلنا نموذج أو نموذجين من الشخصية أو من أنماط وأنواع الشخصية، ألا وهي الشخصية الدونية والشخصية المبدعة. علم النفس بيهتم بالشخصية وأنماطها وأشكالها وأنواعها، عشان نبدأ بعد ذلك نهتم بشخصيتنا وإزاي إن الإنسان يتأثر بالشخصية بتاعته أو ممكن يؤثر فيها بشكل إيجابي، يعني ينمي الشخصية إذا كانت شخصية إيجابية، ويعالج بعض الأشكال أو بعض الخصائص من شخصيته إذا كانت شخصية سلبية. أستاذ محمد، توقفنا الحلقة الماضية عند نوع من أنواع الشخصية أو نمط أو نموذج من أنماط الشخصية، ألا وهو الشخصية الدونية. أستاذ محمد، إيه الشخصية الدونية دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرة تانية أعزائنا الطلاب. الشخصية الدونية، النقص ده يعتبر مركب نفسي في هذه الشخصية. زي ما يعني الشخصية الدونية ديت بتعاني من إحساس بالنقص شديد. طب النقص دوت بيبقى بسبب مجموعة من العوامل النفسية. طيب يبقى كده نقطة مهمة جدا في العنصر ده، إن الشخصية الدونية دايما عنده إحساس بالنقص. طيب إيه أهم خصائص أو صفات تتميز بها الشخصية الدونية؟ اول حاجه اسال من عندي بيقول لي الشخصيه الدونيه ديت بتعاني من عدم قدره الفرد على تلبيه احتياجاته الاساسيه. يعني هو مش قادر يؤدي التزاماته اللي عليه، الواجبات اللي عليه، الاحتياجات اللي عليه. بحضرتك الانشطه الحياتيه اليوميه اللي المفروض كل الناس بتقوم بيها، هو عنده عجز في القيام بيها. مش عجز بمعنى كده ان هو عنده حاجه جسميه، عجز بدني او جسم ان هو ما بيقدرش يمشي، لا مش القدر. المقصود بالعجز كده، لا، ده العجز ان هو مش قادر يؤدي المهام ديت بسبب عوامل نفسيه. تمام، دي اول سمه تتميز بها الشخصيه الدونيه. تمام. عند استاذ محمد برضو من ضمن السمات الاخرى للشخصيه الدونيه ان هو بيتخذ مرتبه ادنى في التعامل مع الاخرين او مع الغير. كلمه مرتبه ادنى، المفترض الانسان بيتعامل مع الاخر كسواسيه، يعني مفيش حد احسن مني ولا انا احسن من اي حد، وده المفترض الشخصيه السويه. اما الشخصيه الدونيه هو شايف ان هو ادنى من الاخرين، لذلك بيتعامل معاهم بمستوى اقل. ما احنا قلنا استاذ محمد يكون قال اشار النهارده وبيقول ان هو عنده نقص، النقص ده في شيء ما، في اي سمه من سماته او اي خصائص من خصائصه، ده بيؤدي الى انه بيتعامل مع الاخرين بشكل دوني. حتى كلمة دونية، ان انا دون الاخرين، المفترض يعني الانسان اقل منهم. بالظبط، اقل منهم. ده الاقل ليه؟ لان في حاجة عندي عجز فيها او عندي نقص منها، يبقى هذا بيتخذ مرتبة ادنى من الاخرين، وده من ضمن سمات الشخصية الدونية. برضو في صفة مهمة جدا دائما للشخصية ديت، ان هو دايما مقتنع ان هو مستسلم للاخرين، يعني ما يقدرش ان هو يفرض رأيه او يقنع الاخرين برأيه، لا، ده هو في وضع الخضوع والخنوع والاستسلام. لمين؟ للاخرين. يعني اي حاجة الاخرين هو ما بيقاومش او بيرفض او بيبدي رأيه او يغير او يبدأ، لا، ده هو على طول مستسلم للغير. تمام، واخد بال حضرتك؟ بالظبط كده زي الانسان اللي هو لا عنده قدرة على ان هو يعطي رأي او ان هو يكون له وجهة نظر. تمام. او يرفض شيء او يؤيد شيء، لا، ما عندوش السمة دي خالص. ده هو على طول مستسلم لاراء الاخرين. يعني لو هم خمسة مثلا ماشيين مع بعض كده وفيهم شخص بيتميز بالشخصية الدونية، هتلاقي ان هو ماشي معهم زي ما ترح ما يقوله يقول لهم حاضر، ما ترح ما يمشي يقول لهم ماشي، ما يقولش رأيه، ما يفرضش، ما يعترضش، ما يقعدش، لا لا لا، ده خاضع. خاضع خضوع تام، مستسلم استسلام تام. لمين؟ للاخرين. هو مقتنع بكده، هو مقتنع بجوه ان هو لازم يستسلم، لازم يكون خاضع، لازم يكون هو ماشي تبعهم.
خلاص. تمام. ودي برضو من سمات الشخصيه الدنيا. زي استاذ محمد بقى لما نقول هنا هو كلام حضرتك بيعضد بقى النقطه الثانيه من سمات الشخصيه الدنيا، الا وهي بيفتقر الشعور بالثقه والاستقلاليه. خلينا عزانا الطلبه هنا، احنا عندنا كلمه الاستقلاليه عكسها كلمه التبعيه. التبعيه تبع الشخصيه الدنيه، هو تابع للاخرين، لا يبدي اي راي. استاذ محمد اشار لذلك، يعني ما عندوش راي يقوله. طب هو ممكن يكون ما عندوش الراي، ما احنا قلنا قد يكون عنده نقص في معرفه ما او معلومه ما، ما فيش مانع الانسان يكون عنده نقص، مش انسان كامل في الدنيا. لكن المشكله في ايه؟ المشكله ان هو يستسلم ويكون خانع وخاضع لذلك. الثقه في النفس من ضمن الحاجات الهامه جدا الانسان من خلالها يستطيع يتعامل مع الاخرين ويفرض ايضا سيطرته عليه. ولكن خلي بالنا لما نقول الاستقلال، مش معناه ان اي حاجه هسمعها عشان ما اكونش انسان دوني او شخصيه دونيه ان انا ارفض اي شيء. طبعا ده شيء مش مطلوب، مش ده هيخلي الانسان الشخصيه بتاعته تتغير لشخصيه سويه. الشخصيه الدونيه معناها لو انت عندك نقص في حاجه، ابدا كمل النقص في الشيء ده وخليك انسان عندك ثقه بنفسك وعندك استقلال في رايك. فالثقه والاستقلاليه من سمات الشخصيه السويه. اما عدم او الشعور بعدم الاستقلاليه والثقه، ده من ضمن سمات الشخصيه الدونيه. يعني هو بيستسلم للامور يا استاذ ايمن، بيستسلم بالزبط. ما بيحاولش يغير، وبيحس ان كل ده هو ملوش قدره على ان هو يغيره او ان هو يبدي رايه فيه او يعترض عليه. لا، ده استسلام تام للواقع وشخصيه دونيه. مش بس كده يا استاذ ايمن، ده برضه من ضمن خصائص الشخصيه الدونيه اعزائنا الطلاب ان هو بيرضى بالادوار الهامشيه في الحياه. يعني احنا عايزين نقول ايه؟ احنا دايما بنقول الانسان اللي هو ملوش اي تاثير ولا قيمه بيقول لك صفر على الشمال، يعني ملوش اي لازم. فهو راضي ان هو يكون حاجه كده في الحياه ملهاش اي تاثير ولا وجود، دور هامشي. الدور الهامشي اللي هو غير مؤثر، ليس له وجود فعلي في الواقع. هو راضي ان دوره يبقى كده، عايز كده ان هو ما يبقاش ليه اي تاثير في الواقع. بس ده حاجه، ده احنا قلنا مركب نفسي لا شعوري، ده حاجه نفسيه لا شعوريه في الشخص، مش هو اللي بيعمله كده باراده واعيه. ده بيقول مركب نفسي لا شعوري في التعريف الاول. فهو دوره في الحياه غير مؤثر بالمره، هامشي. دي يا استاذ ايمن كانت يعني تعتبر اهم الصفات اللي بتتميز بيها الشخصيه الدونيه. طب استاذ محمد، ممكن نقول في الشخصيه الدونيه هنا ان ممكن يكون الادوار الثانيه، مثلا لو هو في مكان ما في وظيفه ما، لو في مثلا تقدم لدرجة أعلى، بتلاقيه بيبتعد عنها، مش عايز يمسك أي قيادات. ليه؟ هو دايما راضي بالدور الثاني، أو بنسميه الدور الهامشي على هامش الحياة. لا، الدور الثاني ده بيبقى مؤثر يا أستاذ أيمن، ده حتى مش راضي بالدور الثاني كمان ولا يعني هامش الحياة. لا، ما الشخصية اللي زي دي عمرها ما تكون في منصب قيادي. تمام. ولا عمرها إن هي تكون لها تأثير في أي مكان هي موجودة فيه. تمام. لأن هو إيه؟ ده خاضع، مستسلم للامر الواقع، بيرضى بالدور الهامشي، ما عندوش ثقه في نفسه زي ما عددنا وكده قلنا. تمام. ما بيقدرش يؤدي اللي هي منشط حياته اليوميه. أيوه. حتى شغله مش هيقدر، العمل اللي عليه لو هو شغال في زمان العمل اللي عليه مش هيأديه. هي دي سمات الشخصيه دي. فازاي هيكون في منصب ما يقدر؟ مش ممكن يكون في اي منصب قيادي. تمام. استاذ محمد، هنا برضو في معلش يعني سؤال ممكن الطالب يساله، يقول لي هفترض يا استاذ ان بعض السمات ديت او السمات دي كلها فيا، هل الان انا هاستسلم بقى للشخصيه دي او النمط ده من الشخصيه؟ يعني دلوقتي الدراسه بتقول الشخصيه الدونيه سماتها كيت وكيت وكيت، انا دلوقتي كطالب استفدت ايه؟ انا خلاص عرفت ان الشخصيه الدونيه، ايه بقى دور علم النفس معايا؟ او انا كشخص ازاي ممكن اعمل او غير من شخصيتي؟ لا طبيعي، هو بيدرسها ليه يا استاذ ايمن؟ طبيعي بالزبط. بيدرسها عشان احنا عايزين نوصل الحته دي، ان في سلبيات معينه، ان انا لو اللي شايف سلبيه موجوده فيا احاول ان انا اغيرها. بالظبط. ما هو احنا دلوقتي عدلنا، عندنا 6 نماذج للشخصيات. لو ايمن الطالب يلاحظ، قلنا ان مفيش يعني شخصيه بيبقى فيها الصفات دي مجمعه او الصفات الاخرى، لكن هي الشخصيه مزيج. يعني احنا يمكن قلنا في الاول ان شخصيه اي انسان هي مزيج من حتى نماذج الشخصيات اللي احنا قلناها قبل كده في بدايه الفصل دوت. خدنا عده نماذج للشخصيات، فقلنا ان الشخصيه هي مزيج من هذه النماذج. بالظبط. ولما بنحدد صفات فاحنا بنقول اللي هي الغالبه على الشخصيه. لكن مفيش واحد، زي ما قلنا كده في الشخصيه الانبساطيه والانطوائيه، مفيش منبسط بدرجه 100%، مفيش منطوي بدرجه 100%. النماذج ليست موجوده، ولكن صفات بتغلب على الفرد فبيقرب من نموذج، وصفات بتغلب على الفرد بيقرب من نموذج الاخر. بالظبط. هكذا الشخصيات ممكن نلاقي ان بعض الصفات بتتوفر في شخص فبيبقى اقرب الى هذه الشخصيه. تمام تمام. ممكن تكون الصفات ديت بنسبه قليله فبيقرب من شخصيه اخرى بتتمتع بصفاتها. بالظبط.
السؤال اللي حضرتك كنت بتساله، طب لو طالب لقى نفسه عنده بعض الصفات، طب دي شخصيه طبعا مش شخصيه من الشخصيات السويه. فبالتالي انا اشوف ايه اوجه النقص والقصور اللي عندي واديها. انا طالب مش قادر، ما بذاكرش وما بعملش الواجبات اللي عليا، طب ما نعرف كده ان انا بقرب من الشخصيه دي. لا، انا اجتهد واعمل الواجبات اللي عليا. انا اذاكر عشان اشارك زمايلي. بالظبط، اذاكر واعمل الواجبات اللي عليا. يبقى انا كده اول نقطه في الشخصيه الدنيا انا خلاص حطمتها، مش موجوده. مش انا بقول ان هو غير قادر على ان هو يؤدي مناشطاته اليوميه. تمام. لا، انا هادي الواجبات كل يوم. انا عليا ايه؟ انا بشتغل في وظيفه معينه، انا طالب في مكان معين، انا كذا كذا. لا، انا لازم ادي الواجبات اللي عليا اديها. يبقى انت كده حطمت واحده. ما عنديش ثقه بالنفس، لا احاول ان يبقى عندي ثقه في النفس. مش دايما ابقى خاضع وخاضع ومستسلم للاخرين. لا، ما اخضعش، ما استسلمش للاخرين. ما احسش في التعامل ان انا اقل من الناس، انا اتعامل معاهم على اساس ان ايه؟ مساواه. بالظبط، واخد بال حضرتك. انا ممكن استفاد امتى؟ لو في حد انا شايف ان هو مثلا متفوق، يعني زي استاذي في المدرسه. استاذي في المدرسه دوت هو في الماده اعلى مني، اروح استفيد منه، مش هتعامل معاه بنديه بقى. بالظبط. هناك فرق، انا اتعامل بنديه مين او بالمساواه مع مين؟ مع الناس اللي في مستواي. ايوه. فانا لو عندي اي قصور او عندي اي بعض، يعني لاحظت عندي بعض العناصر او الصفات اللي موجوده في الشخصيه الدنيا، اعالجها. بس اي، ما هو مفيش ثوابت عندنا. علم النفس بيقول ده تغيير الشخصيه متغيره وغير ثابت. تمام. استاذ محمد بقى، لو الجزئيه دي حطينا بعض الاسئله، ممكن الاسئله عنها ايه؟ اعرف الشخصيه الدنيا ماشي، ما هي اهم الصفات التي تتوفر او توجد لدى الشخصيه الدنيا؟ الشخصيه الدنيا طبعا، حدد صفات الشخصيه الدنيا. ده اول سؤال عندنا، هو ظهر معانا على الشاشه. للشخصيه الدنيا صفات تميزها عن غيرها من الشخصيات، هي الصفات اللي هي خصائص الشخصيه الدنيا. حدد هذه الصفات، دلل على ذلك بالامثله، علل صحه او خطا هذه العباره. دي مجموعه من الاسئله اللي هي موجوده على الشخصيه الدنيا. اخر النموذج عندي من الشخصيات وزي ما هي الشخصيه المبدعه. وفعلا الشخصية المبدعة دي، يعني نتمنى ان كل الطلاب تتوفر فيهم الصفات اللي احنا هنقولها دلوقتي في الشخصية المبدعة. الشخصية المبدعة بس ايمن هي اساس التقدم في اي مجتمع. الشخصيات المبدعة نماذج المفروض الطالب يحتذي بها في حياته. وهنا عندنا جزئية في اخر الشخصية المبدعة دي، بس ايمن في الكتاب بيقول للطالب ايه؟ اذكر نماذج من الشخصيات المبدعة التي ظهرت في مجتمعك. دلوقتي احنا عايزين نشوف فين في مصر شخصيات مبدعه كتير جدا يا استاذ ايمن، تتمتع بالصفات اللي احنا هنقولها، وفعلا كان لهم مكانه وساهموا في تحقيق التقدم والبناء. لان الشخص المبدع هو اللي بيساعد على تقدم المجتمع. عندنا نماذج كتير جدا. عندنا الدكتور علي مشرفه، عندنا الدكتور احمد زويل، عندنا الدكتور مجدي يعقوب. عندنا ناس كتير جدا، ويعني نماذج كتير جدا. هو طالب من بيطلب من الطالب ان هو يذكر نماذج من عنده للشخصيات المبدعه. طيب ايه هي اهم صفات او السمات اللي بتتميز بها الشخصيه المبدعه يا استاذ ايمن؟ طبعا الشخصيه المبدعه تتمتع بعده سمات. اول سمه عندي وهي اللي هو بتتسم بالمنهج العلمي في التفكير، يعني اسلوبه في التفكير بيستند الى اسلوب علمي وليس اسلوب خرافي ولا اسلوب غير علمي في التفكير، ولكن تفكيره تفكير علمي ماشي على خطوات علميه. ايوه. وطبعا الطالب درس خطوات التفكير العلمي في اكتر من مجال، في اولى ثانوي وثانيه، درسها في الفلسفه في يعني مراحل كتير جدا، ودرسناها برضو في علم النفس في التفكير. بالظبط. فالانسان اللي هو بيتميز بالشخصيه المبدعه اسلوبه في التفكير بيكون اسلوب علمي، بيعتمد على الملاحظات وعلى الفروض وعلى التجارب، اللي هو يستنبط نتائج من مقدمات، ما يوصلش لنتائج من غير ادله او براهين. لا، ده لازم يكون عنده الادله والبراهين. هو ده الاسلوب العلمي في التفكير. بالظبط. يعني بتعد بقى على الاساليب الخرافيه، ان اي حاجه حصلت ليه مثلا ده سحر وده شعوذه والى اخره واخره. تمام. مع وجود الحاجات دي في حياتنا، لكن بنقول مش كل اخفاقاتنا، مش كل مشاكلنا نرجعها دايما للانسان محسود او الانسان معمول له عمل. الحاجات دي مذكوره عندنا في الدين، ولكن بنقول هل الغرب اعتمد على الاشياء ديت وسكت او وقف عندها؟ لما كان بيعتمد على استاذ محمد في القرن الخامس عشر الميلادي، كان اوروبا اسمها عصور الظلام. لكن لما ابتعدوا عن هذا الاسلوب الخرافي واعتمدوا على الاسلوب العلمي، استاذ محمد تفضل وقال ان هو بيعتمد على اول حاجه خطوات ملاحظه ثم فرض ثم تجربه او الوصول في الاخر النتيجه، ده اسمه اسلوب علمي اللي تماما بيبتعد عن الاسلوب الخرافي. نتمنى ونرجو من الطلبه ان يعتمد على الاسلوب العلمي سواء في المذاكره، في حل مشكله ما، ده بيخلي الانسان شخصيه مبدعه في حياته. تمام. يمكن دي اول خاصيه بيتميز بيها الفرد اللي بيتمتع بالابداع في التفكير اللي هو الشخصيه المبدعه. وهكذا من ضمن خصائص الشخصيه المبدعه، ايمن بيقول لي ان هو بيلفت انتباهه اشياء
لا تلفت انتباه الشخص العادي. يعني ممكن كده ان هو في ملاحظة، الملاحظة دي تقوده الى اكتشاف او تقوده الى قانون. الشخص العادي ما يقدرش ان هو يلاحظ هذا الشيء. لما نيجي كده ناخد نموذج على نيوتن لما اكتشف قانون الجاذبية، الجاذبية طبعا يمكن سقوط التفاحة وهو قاعد عدت على ناس كتير جدا، بالظبط. بس بالنسبة لهم خدوها بأمور عادية خالص، يعني ببساطة ما فكروش فيها. هو فكر فيها بأسلوب مختلف، فلفت انتباهه ليه التفاحة سقطت لأسفل، وابتدى من هنا يوصل إلى قانون الجاذبية. يبقى الشخص المبدع ممكن إن هو يلاحظ أشياء تلفت انتباهه، أشياء الإنسان العادي بالنسبة له تمر عليه مرور الكرام الكرة. لا تلفت انتباهه، ما يهتمش بيها. لكن هو الإنسان المبدع دوت هيقدر يتوصل من خلال الملاحظات الدقيقة ديت اللي تلفت انتباهه إلى بعض الاكتشافات، إلى بعض القوانين، ودي سمة مهمة جدا للإنسان اللي بيتميز بالتفكير الإبداعي أو الشخصية الإبداعية. طب أستاذ محمود خلي بالنا، يمكن نيوتن ما قالش ليه التفاحة بتنزل لأسفل، ده قال إيه؟ قال لماذا تسقط الأجسام إلى أسفل؟ ماشي، التفاحة التفاحة دي كانت لحظة التأمل عنده، تمام، اللي هي حضرتك قلت إيه؟ إن بتعدي على كتير مننا وناس كتير عدت عليهم، تفاحة سقطت مثلا، مش عارف برتقانة، أي جسم في إيديا بيتساب ينزل في الأرض، كل الناس مرت بهذه الظروف أو بتلك القضايا، ولكن نيوتن في اللحظة دي قال لماذا تسقط الأجسام إلى أسفل؟ يعني بدأ يربط الظاهرة اللي قدامه بالظواهر الأخرى. لذلك بنقول من ضمن السمات قدرة أستاذ محمد هنا إن ممكن الإنسان المبدع بيفكر في قضايا ومشكلات لا يفكر فيها الإنسان العادي. زي ما قلنا كده، التفاحة سقطت، بدأ ينظر لهذه القضية أو تلك المشكلة أو هذا الموضوع اللي يشغل باله ويقول لماذا تسقط الأجسام إلى أسفل، وبالتالي توصل إلى قانون الجاذبية الأرضية. وكلنا عارفين القوانين المترتبة على الجاذبية الأرضية، وأصبح عالم، ولا ننكر أن هذا من المبدعين بإذن الله. الطلبة بتوعنا برضو عندنا فيهم إبداع، ولكن لازم أنمي هذا التفكير بالتفكير العلمي اللي هو أول نقطة، ودي أهم نقطة، المبدع تفكيره علمي. أستاذ محمد نخلي بالنا برضو من حتة مهمة قوي، التفكير الإبداعي أو العلمي لا يختص به العلماء فقط، لا، ده ممكن يكون طالب، ممكن يكون نجار، إنسان عادي بسيط جدا، إنسان مثلا بيعمل حاجة أبدع فيها. بقول أحمد أستاذ محمد ده في لاعب أبدع في لعب كرة معينة، عمل لعبة جديدة ما حدش عملها، ده اسمه إبداع. لما أقول واحد أبدع وعمل اختراع برضه اسمه إبداع. الإبداع لا يتوقف عند العلماء بس، ده اسمه شخصية إبداعية أو مبدع. يبقى القضايا بتاعته مش بس بيفكر فيها لوحده، ولكن آخرين يفكروا معاه، ولكن ليس الإنسان العادي به تلك السمة. تمام. من ضمن خصائص الشخصية الإبداعية أيمن ان هو دايما بيفكر في بعض المشكلات وبعض القضايا اللي هي ما بيفكرش فيها الانسان العادي. يعني ايه الانسان العادي؟ يعني الشخصيه العاديه ممكن ان في قضيه كده تلاقيها شغله باله، في مشكله معينه شغله باله، نفس اللي قلناه في النقطه اللي فاتت، ان هي الناس كتير جدا ممكن تعدي عليهم القضايا والمشكلات ديت وما يفكرش فيها، لكن دوت بيفكر فيها. ليه؟ هو شايف ان ممكن المشكله دي او القضيه ديت ليها تاثير مهم جدا في الاحداث اللي بتحدث، ليها تاثير مهم جدا على المجتمع بتاعه، فيبتدي ان هو يفكر فيها، وممكن التفكير بتاعه دوت يقوده الى حل او يقوده الى افتراضات، الافتراضات ديت ممكن يكون لها دور مهم جدا في الحياه اللي هو عايشها. بالظبط. ليه؟ تفكيره مختلف، احنا قلنا ان هو بيفكر في مشكلات وقضايا ما يفكرش فيها الانسان العادي، بيلفت انتباهه اشياء وموضوعات لا تلفت انتباه الانسان العادي، هو ده المبدع. ما هو لو تفكيره زي بقيه الناس، لو بيفكر في نفس المشكلات اللي بيفكر فيها عامه الناس، لا، هيبقى تفكيره تفكير عادي، انما احنا عايزين تفكير مبدع، فبالتالي يبتدي يفكر في قضايا ومشكلات ناس كتير جدا ما بتفكرش فيها، طبعا. ناس كتير جدا ما بتهتمش بيها، او ان هم لا يلقوا لها بال، لكن هو بيهتم بيها ويشايف ان هي مؤثره، وممكن فعلا توصلنا الى مجموعه من الحلول، مجموعه من الافتراضات، مجموعه من القوانين اللي يبقى ليها تاثير جدا في الحياه وفي المجتمع اللي الانسان عايش فيه، وهكذا. تمام. استاذ محمد يمكن ده بينقلنا بقى للنقطه اللي بعديها من سمات الشخصيه المبدعه، الا وهي تفكيره دايما وحلوله للمشكلات او القضايا بيتم بشكل احداثي، يعني حاجه جديده، او ساعات نسميها اللي هي الجديه والاصاله او الجده والاصاله الغير في تقليديه، بيجيب تاني حلول غير تقليديه، ليس هناك تحليل او علاج للمشكله بشكل تقليدي او بشكل قديم. لان انا طلبه في فرق بين اتنين، في انسان بيعمل حاجه عملها قبل كتير، يعني حليت مشكله، المشكله دي مش انا اول واحد احلها، لكن في غيري حلها، عملت اختراع، الاختراع ده قبلي عملوه، مع انه اختراع لكن ده اسمه تقليد او اقتباس، اقتبست منه،
طب هفترض بقى اقتبست شيء واضفت له شيء جديد، اصبح هنا الانسان مبدع. فالابداع دايما يتسم بالحداثه في التفكير، وليس حلول تقليديه ولكنها حلول غير تقليديه، يعني غير المعتاد عليها الانسان. فطبعا بنقول برضو تاني ان الحلول عندنا ليست المشكلات اللي احنا بنقع فيها، بس دي اسمها مشكلات، لكن اي موضوع بيشغل بال الانسان او اي انسان ممكن يقع في المشكلة دي، لازم نقول ان هذا الطالب او تلك المشكلة تتحل بشكل المفترض يكون بشكل ليس تقليدي ولكن غير تقليدي. استاذ محمد معانا اتصال النهاردة، ومعانا نسمة من الفيوم. بسمة. بسمة اهلا بك يا بسمة. الو. بسمة. اهلا بك يا بسمة. بعد اذنك يا مستر لو سمحت. معلش انا اخطأت، حطيت النون بدل البيه، معلش يا بسمة اتفضلي. انا يعني متابع حضرتكم على الهوا، بس اقفلي بسمه لو سمحت اسمعينها من التليفون عشان نسمعك كويس. يعني اقفل صوت، يعني اوطي صوت التلفزيون خالص وكلم التليفون اتفضلي. المشكله بس احنا تبداوا مراجعه انت عشان عايزه تبع صفقه التعليميه وكده. طيب. وعلم اجتماع مش عارفه انتوا وصلتوا لحد فين في الشهر. طيب بص يا بسمه، بص يا بسمه، احنا ان شاء الله يعني عندنا يمكن حلقه واحده في علم الاجتماع، او لو كتر قوي حلقتين ونكون خلصنا علم الاجتماع بالظبط. ودي في علم النفس انت معانا اهوت النهارده، معانا الاتجاهات، هيبقى باقي عندنا مجموعه من اللي هي العوامل اللي بتاثر على الشخصيه للميكانيزمات، هيبقى لنا فاضل لنا فصل واحد في الشخصيه ونخلص. يعني ممكن ان شاء الله كتير قوي نبدا على نهايه الشهر دوت المراجعه باذن الله. وبعدين ما احنا اثناء الشرح يا بسمه بنقول الاسئله بالظبط، ودي في حد ذاتها تعتبر حاجه مهمه بالنسبه لك. بص يا بسمه، برضو في جزئيه لازم تفهميها انت وكل الطلبه، احنا الحمد لله ماشيين هنا مع الخطه اللي وضعها الوزاره في الشرح بتاع المنهج، ما نقدرش نحيد عنها، لان في بعض الناس انا عارف انت بتقول كده، لان في بعض الناس بره في اللي هي الحاجات الخاصه خلصوا، ما نقدرش هنا نخلص قبل الشكل اللي هو الخطه الموضوعه من توزيع المنهج من قبل الوزاره. لكن في جزء هيبقى كبير جدا مش اقل من شهرين في مراجعات من العيش. فضلي بس نزل نظام البوكلت وكده، وفي اسئله ويعني كنت عايزه اتابع حضراتكم يعني في المراجعات وكده. تمام ان شاء الله هتلاقي نماذج الاسئله اللي في البوكلت دي نماذج كثيره جدا ما تلاقيش، وبكافه الاشكال. وعلش يا بسمه، يمكن سؤالك كده انا يعني بستشف منه ان انت خايفه من البوكلت، مش انت ده كتير من الطلبه. هو البوكلت ده ايه المشكله فيه؟ هسالك انت بالنسبه لك يعني شكل مشكله ايه؟ هو بالنسبه لي هو ريحنا جدا في حكايه التصدير و... جميل، يعني ده ايجابيه مش سلبيه. انا ممكن سؤال او كده. ده ايجابيه. طيب هي في سلبيات؟ ان شايف في سلبيات؟ انا بسالك وخليك صريحه. يعني بيديني اربع اسئله اختار منهم ثلاثه بس، يعني مشكله كده اصبح عندي كله اجباري. يعني دي سلبيه، ان الاول كان الاسئله اختياري اصبح الان كلها اجباري. تمام، دي السلبيه الوحيده. طيب انا هقول لك على حاجه بس، ما البوكلت نفس الاسئله اللي كانت بتجيلنا في الامتحانات نفس الاسئله بنفس النظام، هو كل الموضوع ان الاسئله توزعت على كراسه الاجابه بالزبط. مفيش اي اختلاف. فانا بكلم الطلبه كلهم ان مفيش اي قلق من نظام الامتحان الجديد اللي هو كراسه الاجابه. مفيش اي مشكله، هو كل الموضوع فعلا زي ما سمعت ان هو ما بقاش عندنا النقطتين الاختياري اللي هم في علم النفس ونقطتين بتوع علم الاجتماع. تمام. وغير كده احنا حتى لما كان عندنا اختياري كنا بنقول للطلبه حلوا الاسئله كلها، انما نفس الاسئله بنفس الصياغه بنفس الطريقه، المستويات اللي بتقيس الفهم موجوده، اللي بتقيس التحليل، اللي بتقيس التركيب كله بنفس المستوى بس، فما تقلقيش ان شاء الله. يعني بس من صالح هيجي لك هقول لك مثلا علل، كان زمان يقول علل، هيقول لك وضح، كان زمان وضح، بين، صغرت مع التعليل، اختيار، هو كله نفس الاشكال. هو كل ما هنالك بدل ما كانت الاسئله لوحدها الاجابه لوحدها اصبح ده مع ده، بس دمج الاسئله مع الاجابه ولا غير شيء غير ذلك. انت معاكي اسئله؟ عايزه اسئله يا بسمه؟ لا شكرا. طيب. بس كنت بسال عن نظام المراجعه اصلا. طيب. يعني خلاص يعني ان شاء الله بس ما تابعينا بس واحنا هنخلص. انا يعني المواد كلها عندي كده مش مظبطه، وبالاخص يعني المواد المقاليه. لا ان شاء الله ما تقلقيش وهتظبطي كل حاجه، بس ما ربنا يوفقك. بس لا باذن الله تظبطي باذن الله، ما تخافيش وتابعينا دايما، وباذن الله الاسئله احنا نقولها دي كل حلقه، مش بس في المراجعه استاذ محمد، في حلقاتنا كل حلقه نقول اسئله باذن الله لن يخرج عنها امتحان اخر العام. ليه؟ ده عباره عن اسئله عن كل جزئيه مش بشكل واحد، ده ممكن اقول لك مره فس، ومره اقول لك وضح، ومره بين، ومره صغرت مع التعليل، بكافه الاشكال باذن الله. بس ما فيش اي قلق من البوكلت، وباذن الله السنه دي يكون خير لكل الطلب باذن الله تعالى. استاذ محمد كنا بنتكلم في الشخصيه المبدعه،
وحضرتك كنت بتقول ان هي لما بتقدم حلول بتقدم حلول يعني بتتسم بالحداثة وان هي حلول غير تقليدية. تمام. مش بس كده بس ايمن، ده يمكن برضو من ضمن خصائص الشخصية المبدعة ان هي بتقدم ليش حل واحد للمشكلة، ده ممكن تقدم لي اكتر من حل. تمام. للمشكلة الواحدة. يعني انت عندك موضوع او مشكلة مش هديك حل واحد، انا هديك اكتر من حل، حل 2-3-4 حلول، وفي نفس الوقت الحلول ديت هتتسم بان هي فيها عمق، يعني مش حلول سطحية او مشي، لا ده حلول فيها عمق وهكذا. ودي خاصية مهمة جدا من خصائص الشخص المبدع. اخر بقى سمة بيتميز بيها، طبعا السمات كتير جدا بس اخر سمة معانا هنا في الخصائص الشخصية المبدعة، ان هو طبعا لازم الشخص المبدع دوت يكون نسبة ذكائه اعلى من الافراد العاديين يساعد. ما هو لو هو ذكائه عادي يبقى اكيد مش هيبقى سعيد، لكن هو دايما الشخص المبدع بيتميز ان ذكائه اعلى شويه من الاخرين. يعني على سبحان الله لما نختبر رأس ذكاء كده للناس المبدعه اكيد هيجيبوا درجات اعلى من الناس العاديين. بالظبط. هو طبعا احنا يمكن نسبه الذكاء العاديه بتتراوح من 90 ل 110، دوت لازم يكون فوق 110 بالظبط، ذكاء ازيد من 110 وهكذا. تمام. وده بالنسبه للشخصيه المبدعه. وطبعا زي ما قلت انا في البدايه كده قلت ان بيقول لي اذكر بعض الشخصيات اللي بتتميز بالابداع في المجتمع بتاعك. ونتمنى ان شاء الله ان كل الطلبه بتاعنا يكونوا مبدعين وبيتميزوا بهذه الصفات والخصائص. طيب عندنا مجموعه اسئله بس ايمن على الشخصيه المبدعه. يمكن اول سؤال عندي بيقول حدد خصائص الشخصيه المبدعه. السؤال الثاني بيقول للشخصيه المبدعه خصائص تميزها عن غيرها من الشخصيات. طبعا هي نفس الاجابه بس زي ما قلنا لكم قبل كده ان احنا بنجيب السؤال باكتر من صيغه. هيقول لي ايه على الشخصيه ديت، حدد هذه الخصائص، دلل على ذلك بالامثله، علل صحه او خطا العباره. يبقى ده نفس عباره واحده ولكن جت بكافه الاشكال كذا، صيغ السؤال مختلفه. تمام. كده زي ما خلصنا احنا الاجزاء اللي باقيه في الشخصيه. هنخش بقى على الموضوع بتاعنا اللي هو الاتجاهات، وده طبعا يعتبر من موضوعات هامه جدا. ودي طبعا تعتبر الاتجاهات من اهم موضوعات اللي بيدرسها علم النفس الاجتماعي يا استاذ ايمن، لان طبعا في جزء بيشير ان الاتجاهات من اهم الموضوعات اللي بيدرسها علم النفس الاجتماعي. استاذ محمد يعني اول ما اقول بقى علم نفس اجتماعي يبقى انا دلوقتي جبت سيره علم اجتماع، يعني الحلقه بتاعتنا النهارده موضوعنا ده جزء من اجزاء المنهج في علم النفس. علم النفس. يعني عايز تقول استاذ محمد كده ان الاتجاهات هناخدها باذن الله ونعرف ان المجتمع ليه تاثير على الافراد في توحيد اتجاهاتهم. ما هو اكيد يا استاذ، لان الانسان الاتجاهات بتاعته دي مكتسبه، بيكتسبها منين؟ بالظبط، من التنشئه الاجتماعيه ومن المجتمع. فهي علم نفس اجتماعي، ما هو في ارتباط بين علم النفس وعلم الاجتماع طبعا. كمان. مش اي فصل بينهم وهكذا. طيب ايه هي الاتجاهات اعزائنا الطلاب؟ قال لي الاتجاه ده عباره عن ايه؟ قال لي الاتجاه ده عباره عن بناء معرفي. شفت يا استاذ ايمن كلمه بناء معرفي، بناء كده يعني مجموعه اشياء متركبه على بعض او مترتبه على بعض وهكذا. بناء معرفي افتراضي، افتراضي يعني الاتجاه دوت انا ما اقدرش اشوفه، ده حاجه احنا بنفترضها. البناء المعرفي الافتراضي دوت بيعكس ايه؟ بيعكس افكاري، يعكس سلوكي وتصرفاتي، يعكس اتجاهاتي. يعني بالظبط كده يا استاذ ايمن، انا لما دلوقتي تلاقيني ان انا بايد شيء معين، انت هتفهم من كده ان انا ليا اتجاه موجب نحو الموضوع اللي انا بايده دوت. يبقى هنا الاتجاه بتاعي عكس ايه؟ التصرف او السلوك بتاعي عكس بالزبط. الاتجاه. تمام. عرفت انت من هنا ان انا معلوماتي ايجابيه على الموضوع دوت، ان انا بميل ليه اي ناحيه انفعاليه اهيت. يبقى الاتجاه هنا بيعكس اراء الفرد ومعتقداته وسلوكه. يبقى سيادتك كده انا هنا الاتجاه دوت عباره عن بناء. البناء دوت هو عباره عن ايه؟ قال هو بناء افتراضي. طبعا كلمه افتراضي يعني انا ما اقدرش اشوفه بطريقه مباشره بس ايمن، يعني مش محسوس او مادي، غير محسوس او غير مادي، واخد بال حضرتك. فالبناء دوت هو عباره عن ايه؟ ان هو بيعكس تنظيم، كلمه تنظيم يعني فيه نظام، وان هو ما هوش بطريقه عشوائيه، لاراء الفرد ومعتقداته وسلوكه. زي ما قلت لحضرتك كده انا من خلال الاتجاه اقدر ان انا هنا الاتجاه ده بيعكس لي سلوكك، بيعكس لي معتقداتك وارائك. يعني معنى كده اعزائي الطلاب ان اقول لك الاتجاه ده ايه، انت ما بتقف في المرايه وبتشوف في المرايه وجهك، يبقى المرايه عكست الوجه اللي واقف قدامها. الاتجاه برضو انت كده من خلال التصرف بتاعك او من خلال سلوكك، السلوك بتاعك دوت عكس الاتجاه بتاعك. ايه هو الاتجاه؟ اللي هو معتقداتك وارائك وافكارك. ده بالنسبه لاستاذ ايمن اللي مقدمه عن الاتجاه. تمام. بس معاك نقدر نقول هنا بقى ان الاتجاهات ممكن من خلالها اوجه سلوك الافراد لبعض الموضوعات الهامه. يعني الاتجاه بيأثر على سلوكي ده هنا ممكن ده. احنا ممكن نقول دي اهميه، حاجه مهمه جدا للاتجاهات. اهميه الاتجاه ليه الاتجاهات مهمه او جلي ايه علل او بما تفسر اهميه الاتجاهات. خد بال حضرتك ليه اهميه الاتجاهات؟ اصل دي من خلال اتجاه ممكن اقدر اوجه سيادتك تعمل حاجه معينه. تمام. او ان انا ادفع سلوكك في اتجاه معين، او ان من خلال اتجاه هخليك تبتعد عن شيء معين. يبقى دي حاجه مهمه جدا. الاتجاهات ليها اهميه كبيره جدا، ان هي قوه دافعه لسلوك الفرد.
قوه توجيهيه، خد بال حضرتك، يعني وظيفتين مهمين جدا، ان هي بتديني دفعه وبتديني توجيه ان انا اعمل حاجه معينه او بتخليني ابتعد عن شيء معين. بالزبط. عشان كده اصبحت الاتجاهات ليها اهميه. مش بس كده يا استاذ ايمن، ده انت عشان نقدر ان احنا نعدل المجتمع او نغير المجتمع لازم نعرف ازاي نغير الاتجاهات، ازاي نعدل الاتجاهات. فدي نقطه مهمه جدا في اي مجتمع من المجتمعات، عشان يغير المجتمع بتاعه ده، عشان يحركه لازم يكون يشوف ايه هي العوامل اللي بتاثر على اتجاهات الافراد. بالظبط. سواء بالتغيير او بالايجاب او بالسلب، اللي هي تخليها تتجه نحو موضوع معين او يبتعد عن موضوع معين من موضوعات البيئه. فدي مهمه جدا. يعني عايز ايمن كده هدي مثال صغير. لو احنا عندنا الطلبه مثلا في المرحله الثانويه، ففي ظاهره زي التدخين، طيب الطالب دخن ده، طب انا عايز اعدل اتجاهه نحو التدخين وان هو يبتعد عن التدخين. فانا لازم اعرف ايه هي العوامل اللي هتاثر فيه عشان يغير اتجاهه نحو التدخين. فانا ما كنتش اعرف العوامل ديت انا مش هقدر اغير في المجتمع. فعشان كده الاتجاهات مهمه جدا، لانها هي بتساعدنا ان احنا نغير المجتمع. فاعرف ايه هي العوامل اللي بتغير الاتجاهات، ايه هي العوامل اللي بتساعد على عدم تغيير الاتجاهات، عشان تقدر انك تتحرك من خلال هذه المعرفه. بالظبط استاذ محمد. هنا بعض الافراد، مش الكل، ممكن يتخيل ان الاتجاه ده معناه راي في شيء. لا، الاتجاه اعمق بكتير من مجرد الراي، لان الراي ممكن اقول لك مثلا ايه رايك في القلم ده، تقول لي ده حلو او وحش، ده راي مؤقت. الاتجاه موضوع مش سهل جدا تكوينه، ده الاتجاه ده يمكن في الاول عباره عن معتقدات، عباره عن افكار، عباره عن معلومات، داتا عندي، في النهايه بكون راي في حاجه. انا بكون راي بعد ما كان عندي معتقدات وعندي افكار وعندي معلومات على الشيء، والاعتقاد ده او الشيء ده او رايي فيه ده بدا يكون شيء جوايا اللي بنسميه عندنا المشاعر والوجدان نحو هذا الشيء، لا اما اكون قبله او ممكن اكون رافضه، انا بايده او ممكن اكون بعرضه. ولذلك استاذ محمد تفضل وقال ايه؟ قال ان ممكن المجتمع من خلال الاتجاهات يعدل بعض السلوكيات تجاه بعض الموضوعات، زي مثلا التدخين اللي بيضر بصحه سواء المدخن او غير المدخن، اتجاه نحو مثلا التعليم واهميته في بناء قاعدة اساسية لكوادر المجتمع. دي كلها اشياء اتجاهات بتأثر فيها بشكل كبير. لذلك علم النفس الاجتماعي وجه اهتمامه لهذا الموضوع الخطير جدا والهام جدا، اللي بيغير مش الشخص بس، ده كان بيغير المجتمع للأحسن بإذن الله وليس إلى الأسوأ. استاذ محمد، لما نقول الاتجاه هو عبارة عن الاتجاه، بقى بعد ما قلنا وقدم عنه، ايه تعريف الاتجاه؟ الاتجاه أيمن هو تركيب عقلي نفسي، يعني واخد جانبين، جانب عقلي وجانب نفسي، أحدثته الخبرة. يعني معنى كده أن الاتجاه اتكون لدى الفرد من خلال خبراته وتعامله مع الموضوعات المختلفة في البيئة، فهو تركيب عقلي نفسي أحدثته الخبرة. هذا التركيب يا أيمن يتميز بنوع من الثبات النسبي والاستقرار. بمعنى إيه؟ أنه مش بيتغير بسرعة، مش بيتغير كل شوية، لا، ده في نوع من الثبات والاستقرار النسبي. والاتجاه دوت ممكن ان هو بيوجه سلوك الفرد اما قربا او بعدا عن موضوع من موضوعات البيئه. يعني الاتجاه ده لا يخليني اقرب من حاجه معينه او من شخص معين او من فعل معين، تمام، او ان انا ابتعد عن الشخص ده او ابتعد عن الفعل ده او ابتعد عن السلوك دوت. تمام. هذه نقطه مهمه جدا في الاتجاه. فالاتجاه دوت بيخليني اما قريب من عنصر من عناصر البيئه يا اما ابعد عن عنصر من عناصر البيئة. تمام. مثال كده بسيط يا أيمن، زي مثلا لما يكون عندي اتجاه سالب نحو فئة من فئات المجتمع زي تجار المخدرات. تمام. أنا عارف إن الأفراد دول بيضروا المجتمع وبيفسدوا وبيحطموا الاستقرار والشباب، وهتخش ده بقى إيه في سلبيات المخدرات كلها. تمام. يبقى أنا في الحالة ديت هيخليني إن أنا أبتعد عن هذه الفئة. إن أنا ممكن إن أنا لو وفي إن أنا شفت حد ممكن الموضوع ده أبلغ عنه. إن أنا أعمل أشارك في ندوة بتعرف أضرار الإدمان. يبقى هنا خلتني ان انا اعمل ايه؟ ان انا ابتعد عن الفئه ديت. طب لو انا ليا اتجاه موجب نحو شيء معين، زي مثلا على سبيل المثال عمل المراه، هتلاقي ان انا بايد، بسمح ان هي تعمل، بشارك في ندوه عن عمل المراه، يبقى قربني من موضوع معين. يبقى هنا الاتجاه يا اما يقرب الفرد من موضوع من موضوعات البيئه، يا اما يبعد الفرد عن موضوع من موضوعات البيئه او عنصر من عناصر البيئه الموجوده. فهنا ده تعريف الاتجاه سايما. تمام استاذ محمد. هنا يمكن ما شفت من كلام حضرتك ان الاتجاه بيأثر على السلوك، لذلك علماء النفس بيهتموا بهذا الموضوع. ليه؟ لان احنا قلنا كثيرا في تانية ثانوي وفي تالتة ثانوي الطالب بيدرس علم النفس. علم النفس ايه الموضوع الاساسي؟ يمكن خدت في تانية ثانوي دراسة السلوك. طب وايه تاني؟ قال لك السلوك مش بس،
ده اي حاجه استاذ محمد بتاثر على السلوك لازم يدرسها علم النفس او عالم النفس. من ضمن المؤثرات على السلوك موضوعنا النهارده هو موضوع الاتجاهات. الاتجاهات كده استشف منها انها لها ثلاث عناصر او ثلاث مكونات او ثلاث محددات بتبدا بتاثر في اتجاهاتنا. ممكن اقول في داتا او معلومات عني عن موضوع معين او عن شخص معين او عن شيء معين. هذا او تلك المعلومات او هذا الداتا اصبح بيكون لي جزء وهو الموضوع الانفعالي اللي هو بنسميه عندنا الوجدان او المكون الانفعالي. خلي بالنا ايضا عندنا هنا في مكون بقى ثالث اللي هو اساس دراسه علم النفس اللي هو دراسه السلوك. يعني عايز تقول لي يا استاذ المعلومات بتكون وجداني او بتكون المكون الانفعالي تجاه موضوع او شيء او جماعه او شيء ما بالفعل، وبالتالي لازم تاثر تلقائيا على السلوك بتاعي. نظام دورنا على الشاشه دلوقتي على يميني وهو مكونات الاتجاه. المكون الاول المعرفي، المعلومات اللي عني عن حاجه معينه. الحاجه الثانيه او المكون الثاني الانفعالي وساعات بنسميه الوجداني، انا مشاعر اصبحت تجاه الموضوع ده ايه او الشيء ده ايه، وبالتالي لازم يكون بقى في رد فعل لتلك المشاعر وهي السلوك الصادر من الانسان او الاستجابه بتاعتي لتلك الاشياء. يبقى اصبح هناك ثلاث مكونات: مكون معرفي، مكون انفعالي، ومكون سلوكي. استاذ محمد في المكونات دي بالفعل تعتبر محددات للشخصيه وبالتالي او للاتجاه اللي بتاثر على شخصيه الانسان ورايه في بعض الاشياء. تمام. ممكن دايما زي ما حضرتك تفضلت الاتجاه بيتكون من الثلاث مكونات الاساسيه دول اللي هو المكون المعرفي والمكون الانفعالي والمكون السلوكي. هذه المكونات الثلاثه تتفاعل مع بعضها عشان تديني الشكل العام للاتجاه. تمام. يعني انا عندي ناحيه معرفيه معلومات معتقدات اراء افكار، دي كلها دخلت في المكون المعرفي. معلوماتي عن الموضوع دوت، معتقداتي ارائي افكاري. تيجي هنا المعتقدات بتاعتي ديت اللي تخليني ان انا يبقى عندي مثلا اتجاه موجب نحو موضوع معين او اتجاه سالب نحو موضوع معين. ليه؟ انا خدت الجانب بتاع المعرفي معلوماتي. زي بالظبط كده بس ايمن لما يكون في شخص من الاشخاص مرشح نفسه في الانتخابات بتاعت مجلس الشعب، فانت معلوماتك عنه ايه؟ بناء على المعلومات اللي موجودة عندك ديت، على الأفكار اللي موجودة عن الشخص دوت، عن المعتقدات اللي موجودة عن الشخص دوت، هتقدر بعد كده ان انت هتقول هأيده او ان انا مش هأيده هرفضه. يبقى هنا انا خدت الجانب المعرفي اللي هو المكون المعرفي الاول بتاع الاتجاه اللي هو أفكار ومعتقدات وأراء. طب تيجي الأفكار والأراء والمعتقدات دي يا أستاذ أيمن خد بال حضرتك تبقى ليها دور مهم جدا في ان هي تكون الاتجاه. طب لو الافكار والمعتقدات والاراء عن الشخص دوت اراء سلبيه، تعرف ان الشخص دوت يمكن المعلومات اللي عندك عليه ان هو شخص مش كويس ليه سلبيات، ان هو مثلا داخل الانتخابات ديت لمصالح شخصيه، يبقى انت افكارك ومعتقدات هنا هتخليك تبعد عن الموضوع دوت. يبقى اصبحت ارائك وافكارك ومعتقداتك ليها دور مهم جدا في ان انت بتكون اتجاه، يا اما اتجاه ايجابي نحو موضوع معين او شخص معين او اي حاجه في البيئه اللي انت فيها. انا اديت مثال على شخص، انما دي ممكن موضوعات الاتجاه كتير جدا. ممكن تكون اشياء، ممكن تكون موضوعات، ممكن تكون جماعات، ممكن يكون اشخاص. فموضوعات الاتجاهات متعدده ومتنوعه. بالظبط. فبقى عندي اتجاه ايجابي نحو الشخص ده او بقى عندي اتجاه سلبي نحو الشخص دوت. الاتجاه دوت انا كونته من خلال ايه؟ من خلال هذا المكون اللي هو المكون المعرفي اللي هي الاراء، المعتقدات، الافكار، المعلومات. تمام. اللي متوفره عندي. تمام. فبناء على المعلومات ديت انا بقدر ان انا احدد اتجاهي نحو موضوع من موضوعات البيئه المختلفه. تمام. استاذ محمد هنا لما نقول مكون معرفي يعني المعلومات اللي عني والخبرات اللي انا خدتها في حياتي عشان اكون معلوماتي بتكون في الاخر اتجاهات. المكون الثاني استاذ محمد هو المكون الانفعالي او ساعات بنسميه الوجدان بتاع الانسان، ان هو بقى حابب الشيء ده او كره، هل بيأيده ولا بيعارضه، هل موافق عليه ام معارض ليه. دي كلها اصبحت هنا المكون اللي جوايا، يعني مشاعري نحو شيء ما او موضوع ما او شخص ما. انا بقى انفعالي اصبح ايه؟ مشاعري تجاهه ايه؟ المشاعر هنا اذا كانت غير مبنيه على المكون المعرفي يبقى اصبحت مجرد راي، والراي سريعا ما يتغير. انا بتكلم عن تنظيم داخلي اسمه الاتجاه،
يعني في واحد وجدانه نحو شيء رافض ممكن او ممكن يكون قابل. ما احنا قلنا الاتجاه ليه جانب سلبي وجانب ايجابي. طب الجانبين دول اتكونوا ازاي؟ قلنا نتيجة المعلومات او المكون المعرفي. طب هذا المكون هيبدأ يخلي الانسان هنا ليه مشاعر تجاه هذا الموضوع، يبقى اصبح في عندي شحنة ممكن بتخليني بالظبط كده شحنة انفعالية تجاه هذا الموقف. فممكن الانسان هنا يبتعد عن الشيء او ممكن يقرب من الشيء، ممكن يحب الشيء ده او ممكن يكره الشيء ده. استاذ محمد كثير من الناس ممكن علماء النفس مش ناس عاديين بيقول لك ان الاتجاه هو يعتبر العنصر ده اللي هو المكون الوجداني او الانفعالي. خلي بالنا احنا بنقول المكونات هم ثلاث، لكن لما اقول اتجاه يعني بقول انا مش عايز او انا عايز، انا بحب او انا كاره، انا والله بايد او انا بعارض. معناها ايه؟ انا جوايا مش عايز. يعني جوايا يعني مشاعر وجداني، يعني انفعالات تجاه هذا الموقف لاما تأييد لاما معارضه. ده المكون الوجداني او الانفعال اللي كتير بيقول لك هو يعتبر هو ده الاتجاه بتاع الانسان. هو ايمن يعتبر المكون الانفعالي دوت مهم جدا من مكونات الاتجاه. ليه؟ لان يمكن المكون الانفعالي دوت ده اكثر مكونات الاتجاه ثباتا، مش سهل يتغير على فكره المكون الانفعالي. حتى على فرض ان انت لو جالك معلومات، المعلومات ديت مختلفة عن المعلومات اللي عندك. يعني على سبيل المثال انت عندك بتحب شخص معين، ده مكون انفعالي. طيب ده انا خدت ناحية انفعالية ليه؟ اصل معلوماتك عنه ايجابية. طب انا هجيب لك معلومات ان عن الشخص ده تغير المعلومات اللي موجودة عندك واثبت لك ان المعلومات اللي عندك ديت مش صحيحة، معلومات خاطئة. ممكن تلاقي هنا المكون الوجداني دوت وقف وقاوم المعلومات دي ورفض ان هو يغير الاتجاهاته. عشان كده المكون الانفعالي دوت مهم جدا، لان هو ده يعني بيقول لك اكثر مكونات الاتجاه استقرارا وثباتا وصعب تغييره. حتى شفت الجانب المعرفي اتغير بس انا برضو مصمم. نلاحظ دي كتير جدا يا استاذ ايمن. ممكن يكون مثلا في انسان يعني مرتبط بشخص ما بيحبه، وبعدين انت يعني عايز تثبت له ان الشخص دوت ما هوش اهل للثقه او الارتباط ده. انت بتثق فيه جدا جدا وبتحبه، فانا جبت لك معلومات تثبت لك ان الشخص ده مش جدير بالثقه ومش هو اهل للحب بتاعك ده. انت بترفض كتير جدا مننا. ليه؟ اصل المكون الانفعالي مأثر عليك شويه بالظبط. سبق جبت لك معلومات ان الشخص دوت مثلا ان هو مرتشي، ان هو ما ينفعش ان هو يقوم بالوظيفه ديت عشان الثقه بتاعتك اللي فيه ديت هي مش في محلها. انت رافض برضو بتقول لا الشخص دوت كويس. ليه؟ اصل الجانب الانفعالي اللي هو العاطفي ده مأثر على الاتجاه بتاعك وخلاك ما تغيرش الاتجاه بتاعك نحو الشخص دوت وهكذا. عشان كده يقول لي ان ده يبقى من اكثر مكونات الاتجاه ثباتا واستقرارا وما يتغيرش بسهوله، ما يتغيرش بسرعه وهكذا. استاذ محمد في الجزئيه ديت حضرتني جزئيه كان الطالب خدها في اولى ثانوي، وهي الحاجات اللي بتأثر على الطالب في تفكيره عوامل عاطفيه اللي هو الجانب العاطفي او تغليب العاطفه على العقل. هنا نخلي بالنا لا نلغي العاطفه من حياتنا، ده شيء اساسي. الحب والكره ده جوه الانسان، ما اقدرش يقول انا حمنع الحب او الكره هكون انسان بين الناس كلها انسان عادي، لا لازم هيكره. طيب الحب والكره موجود، لكن تغليب العقل بقى على العاطفه او الجانب الانفعالي مطلوب. يعني الشخص اللي قدامي اللي بيحاول يغير اتجاهاتي للاحسن وبيقول لي خلي بالك الشخص الفلاني ده اللي انت عندك ثقه فيه خلي بالك منه واحذر منه بيعمل كذا وكذا وكذا، انا في الحاله دي ما اقولوش لا وارفض على طول، لا فكر في الكلام اللي بيقوله، ما هو جايب لي احداث وجايب لي مواقف ممكن يكون انا مريت بيها. ابدا اراجع بقى نفسي واشوف اه والله فعلا ده المفروض اللي هو الشخص ده يكون عنده ثقه فيه عشان كذا وكذا، ده الكذا وكذا دي معكوسه خالص، لا اغير بقى اتجاهاتي نحو هذا الشخص. ولذلك بنقول ايه؟ لازم الانسان يعمل العقل دائما. اذا كنا بنقول في الماده بتاعتنا وده كلام علمي مش كلام واضع المنهج، ده كلام علمي يعني العلم اثبته ان المكون العاطفي او المكون الانفعالي جزء مهم جدا زي محمد قال لانه يتسم بالاستقرار النسبي، لازم الانسان يتغلب عليه لو هو بالفعل عايز يكون انسان عقلاني. على فكره ممكن يكون الشخص اللي بيقول لي غير رايك في الشخص ده هو اللي مخطئ، بس المهم اعمل ايه؟ لازم افكر، ما ارفضش لمجرد ان انا عندي عاطفه جياشه نحو هذا الشخص. والعكس برضه صحيح، قد اكون كاره حد او كاره موضوع ما وغيري عايز يغير لي هذا الموضوع لان هو وجهه نظره ان هو ده او تفكيري انا غلط او اتجاهي غلط. ايه اللي يمنع؟ اعمال العقل في كل امورنا ده اساس حياتنا، التفكير العلمي والابداع في كافه المجالات. يبقى خدنا استاذ محمد المكون المعرفي، وخدنا ايضا مكون من مكونات الاتجاه هو المكون
ايضا لينفعل. استاذ محمد عندنا المكون الثالث. المكون الثالث مكونات الاتجاه وهو المكون السلوكي اعزائنا الطلاب. دايما الاتجاه بيحمل معاه نزوع من الفرد ان هو يقوم بسلوك معين او يمتنع عن القيام بسلوك معين. انا خدت ناحيه سلوكيه، انا عندي معلوماتي نحو موضوع معين متوفره، الداتا بتاعتي متوفره اللي هي المعتقدات بتاعه الفرد سعيد، وعندي ميل او حب نحو الموضوع دوت. طب المعلومات والميل دول هيساعدوني ان انا اقوم بسلوك ما نحو الموضوع ده. يعني لو انا مثلا بحب شخص معين، ليه؟ معلوماتي وانفعالاتي اول اتنين قلناها، هعمل ايه؟ هعمل سلوكيات تساعدني على التقرب من الشخص دوت. لو انا مثلا بحب جماعه معينه او نشاط معين او عمل معين او اي شيء من الاشياء الموجوده في المجتمع، تمام، بسبب ايه؟ المعلومات والجانب الانفعالي بتاعي. فده بيساعدني ان انا اقوم بسلوك معين اللي هو نزوع الفرد للقيام بسلوك معين يقربه من الموضوع دوت، ولو العكس هعمل سلوك معين يبعدني عن الموضوع دوت. يبقى الاتجاه بيحمل معاه نزوع من الفرد للقيام بسلوك معين، يا اما مع هذا الموضوع يا اما ضد هذا الموضوع. طيب انا هديكم مثال يوضح لنا الثلاث مكونات بتوع الاتجاه دول اعزائنا الطلبه. هاخد مثال على التدخين وفي مثال اخر انا هقوله. مثال التدخين دوت اللي هو المثال الموجود في الكتاب يا سعيد، بالظبط بيقول لي مثلا لو انت المكون المعرفي عن التدخين ان انت عارف ان التدخين دوت مضر بالصحه وبيجيب امراض وبيؤدي الى الوفاه، معلومات. طيب المكون الوجداني او المكون الانفعالي ان انت ما بتحبش التدخين ولا بتحب اللي هم الريحة بتاعت مثلا السجائر وغيره وكلام من ده وبتاع، يبقى انت كده دوت ناحية انفعالية بحتة. المكون السلوكي ان انت هتعمل ايه؟ ان انت هتحاول هترفض ان انت تدخن، ولو في حد بيدخن هتحاول تنصحه ان هو ما يدخنش، او ان انت تبتعد عن التدخين او تحاول تبعد الشخص دوت عن ان هو يدخن. يبقى ده مكون سلوكي، يبقى نزوع من الفرد للقيام بسلوك معين يا اما مع موضوع الاتجاه لو انا بأيده او ضد موضوع الموضوع دوت لو انا برفض الاتجاه ده وهكذا. ممكن نقول مثال برضو تاني يا استاذ ايمن عشان برضو الامثله الكتيره ديت ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي دلل بمثال على مكونات الاتجاه الثلاثه. لو قلنا مثلا عمل المرأة، في بعض الافراد بيأيد عمل المرأة، ده اتجاه ايجابي. لو جينا بصينا على المكون المعرفي على سبيل المثال، شايف ان المرأة ديت يعني ليها دور مهم في المجتمع، وان عمل المرأة دوت ليه يعني دور في تقدم المجتمع وبيساعدها على ان هي مثلا تثبت ذاتها وتحقق ذاتها، دي مكون معرفي مجموعة من المعلومات عن اللي هو الاتجاه دوت. طيب تعالى بقى كده انت المكون الانفعالي، هتلاقيك ان انت بتميل الى ان المراه تعمل، تمام، وان انت مثلا بتحب ان المراه تقوم باداء العمل بتاعها وهكذا. لو حد عارض تبدا تناقشه فيه. المكون السلوكي بقى ان انا بايد عمل المراه، ممكن اشارك في ندوه بتشجع العمل بتاع تمام. المراه تمام. ممكن ان انا ادافع عن المراه لو حد بيقول ان هي ما تعملش او كلام من ده، ان انا ادافع. يبقى دوت نزوع من الفرد للقيام بسلوك معين. يبقى انا عندي معلومات اللي هو جانب معرفي، فاتجاه هنا المعلومات ديت ابتدت يبقى في عندي اتجاه، الاتجاه دوت اللي هو حب الشيء او الكره، فهنا على المثال بتاعنا اللي هو الحب. والسلوكي ان انا بقوم بسلوك معين يتفق مع اللي هو الجانب المعرفي والجانب الوجداني بتاعي، ان انا ايد واسمح واشارك، واخد بال حضرتك؟ يبقى دول الثلاث مكونات بتوع الاتجاه في المثال دوت، المعلومات والمعتقدات والافكار، الحب والكراهيه، القيام بسلوك معين تبع موضوع الاتجاه. يبقى انا اتكلمت فيه مكون معرفي ومكون انفعالي ومكون سلوكي من مكونات الاتجاه. تمام. زينا طبعا خلي بالنا من جزئيه مهمه جدا في مكونات الاتجاه دي. لو انا عندي في مكون من الثلاثه مش موجود اكيد الاتجاه ده في نقص او مش اتجاه. انا هفترض بعض الناس بتحب حاجه معينه، طب بتحب الشيء ده ليه؟ يقول لك والله ما اعرفش. ممكن العكس، انا كاره حاجه، طب بتكرهها ليه؟ او كاره الموضوع ده ليه؟ او كاره الشخص ده ليه؟ والله ما اعرفش. نخلي بالنا ده مش اتجاه، لان عندي المنهج بيقول لنا والعلم بيقول مكونات الاتجاه ثلاثة. المكون شيء طبيعي لما يكون عندي مكون اتجاه هو المكون المعرفي واصبح انفعالاتي متماسكه او متناسقه مع المكون المعرفي والانفعالات والوجدان، ثم الشيء ده اثر اسلوكي اصبح هنا اتجاه. لكن في مكون من ثلاثه مش موجود يبقى شبه اتجاه، او اقول ليس اتجاه بالمره. الحب والكره ده عاطفه لكن مش اتجاه، لان الاتجاه لازم يكون مبني على ايه؟ مبني على المعلومات او على الداتا. يبقى نخلي بالنا الاتجاه له مكونات ثلاث، الا وهي المكون المعرفي والمكون الانفعالي وانا بسميه الوجداني، وايضا عندنا المكون وهو المكون السلوكي اللي بيتاثر بيه الحب او الكره لدى الانسان. تمام. يبقى كده احنا زي ما تناولنا الثلاث مكونات بتوع الاتجاه. احنا هنقول اهميه دراسه الاتجاه سريعا كده يا استاذ ايمن.
يمكن الاتجاهات ديت زي ما كنا أشرنا في بداية الحلقة إن هي من أهم موضوعات علم النفس الاجتماعي. ليه بقى أهم موضوعات؟ قال أصل هي دايما بتأثر جهة تأثير مهم جدا في توجيه سلوك الفرد، زي ما قلنا إن هي بتدفع السلوك وبتوجهه نحو حاجة معينة. ما أنا لسه كنت بقول من شوية للطلاب إن أنا لو عايز مثلا إن أوجه الإنسان لعمل حاجة معينة لازم إن أنا أخد الجانب اللي هو الاتجاه بتاعه، أعرف معلومات وأديله معلومات إيجابية عن الموضوع دوت وهكذا. فعشان كده الاتجاهات تعتبر هامة جدا لأنها لها دور في توجيه سلوك الأفراد. يمكن أول حد استخدم المصطلح ده أستاذ أيمن كان اللي هو في عالم نفس اسمه سبنسر، هيربرت سبنسر. الكلام ده كان 1862، يعتبر من أول من استخدم مصطلح الاتجاه أو مفهوم الاتجاه. طيب إيه بقى أستاذ أيمن الأسباب اللي خلت مفهوم الاتجاه ده ينتشر؟ يعني في عوامل ساعدت على أن المفهوم ده انتشر، مهمة حاجة مهمة بالزبط. إيه هي العوامل ديت بقى؟ أكبر حضرتك يعني يمكن الاتجاهات انتشرت بسرعة جدا أعزائنا الطلاب في المجتمع بسبب إيه؟ أول حاجة أن الاتجاه ديت تتسم بالثبات النسبي، يعني بتتغيرش بسرعة. يعني هنا الإنسان لما بيبقى بيحكم على موضوع أو ليه اتجاه نحو موضوع معين مش تاني يوم هيغيره، لا ده هيقعد مع الانسان فتره. هو ممكن يتغير مع الوقت لما مثلا الانسان يبتدي ان هو يعرف معلومات جديده عن الموضوع دوت او ان هو يظهر له معلومات ما كانش عارفها فيغيره، لكن عاده الاتجاه بيتميز بنوع من الثبات والاستقرار النسبي، يعني بمعنى اصح ما بتتغيرش بسرعه. يعني ان انا مش النهارده عندي اتجاه هصحى من النوم بكره يبقى عندي اتجاه اخر، لا ده الاتجاهات تكون بتتماثل ان هي ثابته نسبيا. ده اول عامل من العوامل اللي ساعدت على انتشار مفهوم الاتجاه. تمام، سبحان الله. خلي بالك ده عندنا عامل تاخر وهي ان الاتجاهات متعلمه ومكتسبه. يعني ايه متعلمه ومكتسبه؟ يعني الانسان بيكتسبها من المجتمع، يعني ما اتولدش هو معاه اتجاهات بالظبط كده. لذلك قال لك بقى ايه، المجتمع ليه دور كبير جدا في تغيير بعض الاتجاهات السلبيه وتنميه الاتجاهات الاخرى الايجابيه، ودي برضه اهميه من ضمن اهميات دراسه موضوع الاتجاه. يعني ممكن يا استاذ ايمن المجتمع اللي احنا عايشين فيه يعمل برامج معينه كده، البرامج دي يكون ليها هدف مهم جدا وهو تنميه اتجاهات ايجابيه عند افراد المجتمع. بالظبط. يعني انا مثلا لما اكون عايز انمي اتجاه ايجابي عند الطلاب عندنا في المدرسه، انا ممكن اعمل برنامج، البرنامج دوت يتطلب جانب فيه معلومات وفي نماذج، واخد بال حضرتك، عن الموضوع دوت. النماذج دي ايجابيه، المعلومات ايجابيه، يبقى انا هنا هكسب الطلاب اتجاهات ايجابيه نحو موضوع معين. زي ما يكون خلي عندهم مثلا اتجاه ايجابي نحو التعاون، انا هوضح لهم اهميه التعاون ودور التعاون في تحقيق تقدم المجتمع ونهضته، وان التعاون دوت طبعا شيء ايجابي بيساعد على خلق روح الوحده بين الافراد. واديهم نماذج على مثلا مجتمعات حصل فيها تعاون والمجتمعات دي تقدمت، يبقى بالتالي انا عملت ايه؟ انا نميت اتجاه معين عند الطلبه عندي، يبقى بالزبط. اصبحوا ان هم بعد كده عندهم حب التعاون ويميلوا الى التعاون وفعلا يتعاونوا، يبقى انا كده وصلت الى المكون الثالث. يبقى هنا الاتجاهات عشان كده انتشرت ومهمه وهكذا. يمكن دي كانت تاني حاجه من العوامل اللي ادت الى انتشار مفهوم الاتجاه. تمام استاذ محمد، هنا ان شاء الله نقف مع بعضنا كده في اهميه دراسه الاتجاهات واذا لنا نكملها في الحلقه القادمه. شكرا لحضرتك وجودك النهارده معانا النهارده. انا بشكرك جدا يا استاذ ايمن وبشكركم اعزائي الطلاب، وان شاء الله انتظرونا في حلقات قادمه ان شاء الله. اعزائي الطلبه باذن الله نلقاكم في حلقات قادمه، وعلم النفس وعلم الاجتماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.